لليوم التالت الحقيقة بنتكلم عن الأخ اللي صورته طالعة ورايا، السيد تركي الشيخ وأمال ماهر واختفاء أمال ماهر. سيادة المستشار المبتسم، الشاعر، الفنان، الرقيق، الرياضي، السياسي، بتاع المهرجانات، بتاع كله، الحقيقة هو ترند على تويتر من شوية. أنا آسف يا سيادة المستشار، إحنا كنا بنتكلم على أمال ماهر، بس واضح إن أنت ليك علاقة، على ما يبدو مواقع التواصل الاجتماعي شايفة أن أنت اللي ورا القصة. مواقع التواصل الاجتماعي بتتكلم على تركي الشيخ، ولو دخلت دلوقتي على تويتر وطلعت تليفونك هتلاقي الترندين اللي في مصر، أمال ماهر فين؟ أمال ماهر وتركي الشيخ موجود ومنور الترند في مصر ما بين مؤيد ومعارض. الحاجات الحقيقة اللي أنا مش فاهمها شوية من بداية ما بدأت أتكلم عن قصة أمال ماهر، وخلينا نروح للناس نتكلم معهم هنا، أنا ليه أتكلم عن أمال ماهر؟ فجيلي رسائل تهديد، أنت بتتكلم على تركي الشيخ وأنت مش عارف إيه وأنت مش خايف على إيه، إيه العلاقة يعني؟ يعني هل دول ألتراس تركي الشيخ مثلا؟ ولا هل دول لجان إلكترونية بيوجبوا؟ ولا هل دول حبايب الراجل، الراجل ليه مثلا محبين؟ يا جماعة أنا بحكي عن أمال ماهر. أنا لما كتبت التويتة اللي هي عملت القصة كلها وجايبة مش عارف كام 15,000 إيه والناس بتتكلم عنها، أنا كنت بسأل أسئلة واضحة، أمال فين؟ ليه مش بتطلع للجمهور؟ ليه مش بتتكلم؟ فكون حضرتك شايف إن تركي هو اللي وراها فأنا مالي، ما تروح تكلم تركي، ما تجيش تكلمنا أنا. فالقصة الحقيقة بالكرة بتتدحرج على مدار اليومين اللي فاتوا، وإحنا دورنا زي ما قلت أن أنا هفضل متابع القصة لحد ما تظهر أمال وتتكلم وتحكي، لأنه مبارح مثلا حصل كم حاجة خايبين قوي. نقابة المهن الموسيقية طلعت بيان بيقول لك إيه، إحنا كلمنا أسرتها يا جماعة والحمد لله أمال بخير. طب هي أمال ما طلعتش ليه؟ أمال ما اتكلمتش ليه؟ الحقيقة كان شيء غريب شوية. طيب طلعت بعد كده نادية مصطفى في مداخلة مع محمد الغيطي اللي جبنا سيرته مبارح، هنتكلم برضو عن القصة ونستعرضها كمان شوية، وقالت لا ده والله دي أمال بخير. خلينا كده نعدي بسرعة على أهم الحاجات اللي حصلت اليومين اللي فاتوا، لأن في حاجة حصلت قبل الحلقة على طول هعرضها لحضراتكم كمان دقيقتين ثلاثة، وهو موقف مشرف ومحترم من إعلامي ناس كتيرة جدا الحقيقة بتحترمه وبتتعلم منه. لكن خلينا نبدأ ببعض التغريدات. بعض التغريدات الأول، في تغريدة لمحمود تمراز. طيب محمود بيقول عار عليكم يا نقابة يا هاني شاكر، عايزين نعرف أمال ماهر فين وعايزينها تطلع تتكلم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم في المسؤولين، مش معقول البلد كلها قبضت. إبراهيم سعيد في تغريدة تانية بيقول هاشتاج أمال ماهر منتشر الفترة الأخيرة، أنا أعرفها على المستوى الشخصي، صداقة من زمان، وحقيقي حاولت أن أتواصل معاها أو مع القريبين منها مفيش رد منهم، ياريت حد يطمننا عليها أو هي تطلع لايف تطمننا، لأنها من الشخصيات الجميلة والطيبة اللي الواحد بيسأل عنها. تغريدة أخرى لفاطمة عمر بتقول التواصل مع أسرة فلان ده مش بيحصل إلا في حالات معينة، الشخص نفسه مات أو في ظروف صحية لا تسمح له بالكلام، مختفي ومحدش يعرف مكانه أو مش متوفر له وسائل تواصل، ربنا يستر على أمال ماهر، والله الخبر ده قلقني أكتر عليها. وإحنا والله قلقانين يا أستاذة فاطمة، لكن كانت من التغريدات امبارح اللي عملت انتشار كبير جدا الفيديو، أو فاطمة برضو بتقول محدش يوقف الترند لحد ما تظهر ونطمن عليها أمال ماهر فين. لكن كانت نهاد أبو القمصان اتكلمت ونشرت فيديو الحقيقة امبارح بيتكلم عن نفس القصة، أمال ماهر فين؟ فين المغنية أمال ماهر؟ في اشتباه انه المغنية أمال ماهر محبوسة، في ناس بيقولوا معمولة موجودة في سجن خاص في عزبة في الصحراء، في ناس بيقولوا لا دي دخلت غيبوبة. الحقيقة السؤال ده لازم نتوجه به للشرطة المصرية وللنائب العام، فين المغنية أمال ماهر؟ احنا عارفين انه فكرة ارتباط حد من الفن بحد من الأمراء يعني من زمان معروفة، وبيتفق الأمراء دول ان اللي يتجوزها ما تغنيش او ما تمثلش، ماشي العقد شريعة المتعاقدين. عزيزة جلال المغنية العظيمة كانت متجوزة امير وقال ما تغنيش وسحب اغانيها من السوق. جيهان فاضل الممثلة الجميلة بتاعت جيل التسعينات برضو اتجوزت امير وقال ما تمثلش، لكن بيظهروا يعني ما اختفوش. جيهان ظهرت ببناتها ربنا يخليهم لها، قبلها عزيزة جلال ظهرت وغنت تاني بعد الامير ما توفى.
يفضل السؤال أمال ماهر ترددت حواليها الأقوال، وده مبني على مشكلة كانت سابقة لما طلعت وقالت أنا بتعرض لحصار واضطهاد ومش عارفة إيه، وبعدين الدنيا هديت، وبعدين رجعت غنت عملت أغنية لطيفة قوي، وبعدين اختفت تاني. أين أمال ماهر؟ ده سؤال. بوجه الشكر من هنا للأستاذة نهاد أبو القمصان على الفيديو ده وعلى التوضيح ده. قالت لك إن في مشاكل بتحصل ما بين الأمراء وما بين الفنانات، لكن ما بيختفوش يا جماعة، مش ممكن، يعني مش معقول الراجل إيده طايلة لحد إن هو قاعدة في البيت ما حدش عارف لها مكان ولا عارف لها صاحب. امبارح لما اتكلمنا على محمد الغيطي فوجئت الحقيقه قبل ما الحلقه تخلص انه الغيطي طلع من الكهف في قناه غريبه جدا وبرنامج محدش بيشوفه واتكلم على موضوع امال ماهر. خلينا نشوف. موضوع اشاعه امال ماهر ده منتشر بشكل رهيب جدا، اختفائها. وبعدين النهارده لقيت ناديه مصطفى كاتبه بوست، ومروه نصر كاتبه بوست، واحنا كلمنا مره ناس قالت ان هي تواصلت معاها وقالت لها انا كويسه مفيش اي حاجه. ندى مصطفى قالت تواصلت مع اهلها وهي زي الفل وكل حاجه. ده اللي كان الغيط بيقوله فجاه لحد ما قالوا له دي ناديه مصطفى معاك. خلينا نشوف كده ناديه مصطفى قالت ايه. فراح قال لي ان هي شايفه ان هي يعني هتعمل لايف فيديو، بس يعني مش دلوقتي، هي هتشوف الوقت المناسب اللي تطلع فيه. قلت له طب اطلع انت يا حبيبي قول انت عنها ان امال كويسه. راح قال لي انا قلت قبل كده ومحدش مصدقني فقومي مع حضرتك. راح مديني مامته ومامتها طبعا ست يعني ربنا يا رب يديها الصحه وطول العمر. مش قادره اقول لك مستاءه قد ايه من الاشاعات اللي طالعه على بنتها. قالت لي انا ما حدش واقف جنب بنتي. قلت لها حضرتك اموريني، انا واحده من الناس، ايدي مع حضرتك ومع امال في ايد. وقالت لي هي كويسه زي الفل، انا معترضه بس على ان حضرتك بتقولي تعمل لايف فيديو. عملت لايف فيديو قبل كده الفتره اللي فاتت حضرتك لو فاكر يا استاذ احمد، كانت برضه قعدت فتره كده مختفيه، برضه طلع نفس الاشاعات هي. تمام. فلما طلعت اتكلمت بتقول لي الناس بهدلوها. قلت لها لا طبعا ما حدش يقدر يبهدل امال، وكل الناس اللي بيسالوا عليها هم كلهم بيحبوها وخايفين عليها، ومن حقهم ان هي تطلع تطمنهم بكلمتين. صحيح. قالت لي هتطلع وان شاء الله في الوقت يا استاذه ناديه، هو احنا اغبياء؟ يعني حد قال لحضرتك ان الراي العام في مصر والاعلام اللي بيتكلم على قضيه امال مغفلين؟ مجموعه من الاغبياء المغفلين. مثلا حضرتك تقول اتصلت بمامتها وقالت لي مش عارف يا ناديه، وانا قلت لها انا مع يا ست. فين امال يا استاذه ناديه؟ امال فين؟ هي امال ليه ما ردتش عليكي؟ هي ليه امها اللي بتكلمك؟ فين امال ماهر يا جماعه؟ سؤال والله بسيط زي ما قلت في مقدمه الحلقه، سؤال بسيط واجابته ابسط. هي تطلع تتكلم، وقت ما تطلع تتكلم والناس تتاكد انها بخير كلنا هنسكت وهنقول الحمد لله على السلامه. لكن طالما كلمت امها، كلمت خالتها، نقابه المهن الموسيقيه تواصلت مع ابن خاله عمه ام اللي جابتها، مع مش عارف ايه، يا جماعه المسخره دي. امال ماهر فين؟ امال تطلع تقول انا موجوده اهو، انا كويسه، انا وحشه، انا تعبانه، انا كذا. انما القصص الافلام الهندي اللي بيعملها واحد تفكيره محدود، الناس كلها عارفه هو مين وعارفه بيفكر ازاي، اعتقد انها مش هتدخل على الناس يعني. وهو جرب الشعب المصري قبل كده، وعيب انه يحاول يجرب تاني لان الناس مش دق عصافير يعني زي ما المصريين بيقولوا. لكن انا الحقيقه عايز اختم الفقره دي بفيديو لاحد الاعلاميين المحترمين اللي طلع فيديو 15 دقيقه من شويه تلميحا بيحاول يقرب من القصه ويبعد ماشي، لكنه وجه رسائل قويه جدا لامال ماهر وهو الاعلامي الكبير الاستاذ محمود سعد. خلينا نشوف قال ايه. وانت يعني انا بتكلم عن نفسي ما اقدرش اتكلم، انت في عينينا الاثنين ما تخافيش من حاجه، انت الناس بتحبك، الشعب العربي كله بيحبك والمصريين بيحبوك. اوعى حد يخوفك واوعى تخافي من حد. انت لازم تغني ولازم احنا كلنا نساعدك انك تغني. فلو عندك مشكله خرجي قولي، لو عندك مشكله لازم تتجاوزيها، لانك انت عندك موهبه، ربنا مديك حاجه حلوه قوي قوي قوي. فما يصحش ان هي تضيع بسبب حاجه او حاجتين او ثلاثه او خناقه او مشكله او بتاع. انا اظن من الحاجات اللي بقراها زيكم بالظبط ان في مشكله وان البنت خايفه. فبيوتنا كلها مفتوحه لك، يعني بيوتنا كلها اللي انا امتلككم انا واصحابي وقرايبي كله مفتوحين لامال ماهر.
الحقيقه انا قبل ما اعلق بس على الصوره اللي ورايا الفقره الجايه، انا عايز اشكر الاستاذ محمود سعد. خلينا اكلم الاستاذ محمود سعد هنا. والله انا بوجه لك التحيه والشكر والتقدير لانك طلعت اتكلمت. الفكره ان حد يتكلم، الفكره ان حد يطلع يقول، هو طالع يشجع امال اتكلمي، ما تخافيش، انا عارف ان في مشكله لازم تطلعي تقولي، ما عندناش فنانين يخافوا. ايوه ده المفروض يا عمرو بيه اديب يا اللي كنت بكلمك امبارح، اتعلم من الاستاذ، اتعلم من الاستاذ محمود سعد. انا لازم اقول عليه الاستاذ لانه في الفيديو ده هو استاذ، مش زيك، مش زيك خايف من ولي النعمه وخايف انه ما يقبضش اخر الشهر. اتعلم من الاستاذ محمود سعد يا عمرو، واطلع اتكلم عن امل ماهر زي ما محمود سعد طلع اتكلم عليها. كل التحيه للاستاذ محمود سعد. هنفضل نتكلم وهنفضل نقول امال ماهر فين، لكن